ولنقاش ملف الاتفاقية الخاصة باستئناف عمليات تصدير القمح عبر البحر الأسود ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين. مرحبا بك معنا. حياكم الله. ماذا تعني هذه الاتفاقية التي تمت بإشراف أممي وبرعاية تركية بين الروس والأوكرانيين، ويعني ماذا تعني للعالم في ضوء الخوف من شبح المجاعة؟ الجانب الأول يعني العالم كله معني بها، والجانب الثاني خاص بتركيا. الجانب الأول العالمي إذا صح التعبير، أن كل العالم كان يعاني وما زال حتى هذه اللحظة يعاني من أزمة حبوب، من أزمة خطر وقوع مجاعة أو مجاعات في مختلف الدول، خاصة الدول الفقيرة، جراء توقف الصادرات الأوكرانية من الحبوب ومن القمح. ورأينا وسمعنا كثير من البيانات الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية التي تحذر إذا لم تصدر الحبوب الأوكرانية فإن العالم سيشهد مجاعات. وبالتالي الاتفاقية ستطبق رغم يعني تخوف البعض من عدم تطبيقها. عندما تبدأ هذه الاتفاقية بالتطبيق خلال الساعات المقبلة، طبيعة الحال سوف تخف الأزمة العالمية المتعلقة بالغذاء، ويعني شيئا فشيئا، ثم لاحقا تتعدل أسعار الحبوب في العالم، وبالتالي تنتهي مخاطر وقوع مجاعات في هذه الدولة أو تلك الدولة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني المتعلق بتركيا، الدولة الوحيدة اليوم تركيا التي استطاعت أن تحقق ما عجز عنه الآخرون رغم كل ما يتمتعون به من قوى ويعني قدرات عسكرية وسياسية واقتصادية ودبلوماسية وضغوطات كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية كبرى وحتى الأمم المتحدة منفصلة لم تستطع أن تحقق أي شيء لناحية التقريب بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. الجانب التركي حقق نتيجة الدبلوماسية الناجحة التقارب الروسي الأوكراني، وبالتالي استطاعت تركيا بشخص رئيسها مباشرة أن تصل لنجاح دبلوماسي كبير هائل تمثل بتوقيع هذه الاتفاقية. هل تتوقع أن تتأثر هذه الاتفاقية بالقصف الذي جرى اليوم في ميناء أوديسا؟ لا أعتقد ذلك، وكثير من المتابعين ومن استطلعنا آراءهم خلال هذا اليوم من المسؤولين لا يتوقعون أن تتأثر هذه الاتفاقية، لأنه حتى هذه اللحظة لم يثبت من قصف هذا الميناء والرسالة التي يريد، وواضح أن برأي الرسالة هي عرقلة الاتفاقية. لذلك ربما تكون هناك جهات أخرى غير روسيا، وربما تكون روسيا يعني، ولكن لا، ليس من المتوقع أن تتوقف الاتفاقية أو تعرقل في المرحلة المقبلة. هناك يعني اتصالات أجريت خلال الساعات الماضية عالية المستوى جدا بين تركيا وروسيا وتركيا وأوكرانيا لترتيب الأمور بشكل سريع لإعادة الأمور على نصابها، وبالتالي الاستمرار بتطبيق الاتفاقية بشكل كامل كما وقعت في إسطنبول. ربما تفسير ذلك أن أمريكا وروسيا معنية بنجاح الاتفاقية ومعنية كذلك بتصدير هذه الحبوب إلى العالم خشية من تداعيات خطيرة قد تمس كثير من دول العالم في حال بقاء الأزمة الغذائية العالمية قائمة. نعم، بكل تأكيد سيد الكريم، روسيا معنية أخلاقيا وكذلك الجانب الأمريكي وحتى اقتصاديا، يعني هناك فائدة اقتصادية لكلا الطرفين. نعم. كلنا نعلم أن الجانب الأمريكي خلال المرحلة الماضية كان يعرقل أي بوادر حسن نية أو أي حوار بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني من خلال دفع واشنطن كييف لعدم الحوار مع الجانب الروسي. هنا تركيا لعبت دور كبير في المرحلة الماضية، وحصلت اجتماعات يعني برعاية تركية في إسطنبول بين الأوكرانيين والروس، عرقلت هذه الاجتماعات نتيجة الضغوطات الأمريكية على أوكرانيا، ولكن في نهاية المطاف أدركت واشنطن أن العالم سيتوجه لمجاعة هائلة لن تتحملها أمريكا وتتحمل تبعاتها. لذلك في نهاية المطاف اضطرت أن تدفع أوكرانيا للحوار مع روسيا والقبول بالوساطة التركية ويعني تنفيذ ما تريده تركيا من خلال هذه الوساطة. كذلك الجانب الروسي نفس القضية، أن روسيا اضطرت في نهاية المطاف يعني للتوقيع على هذه الاتفاقية مع أوكرانيا لأن العالم سيشهد أزمة كبيرة، كذلك لن تتحمل تداعياتها روسيا لا اقتصاديا ولا أخلاقيا ولا من أي ناحية من النواحي.
هذه الثغرات استطاعت تركيا أن تلعب عليها من خلال دبلوماسيتها الواسعة والناجحة والدؤوبة التي كانت على مدار 24 على 24 خلال الأيام الماضية والأسابيع القليلة الماضية، حتى توصلنا في نهاية المطاف لتوقيع هذا الاتفاق وتحقيق العالم حقق انتصار اقتصادي إنساني غذائي، وتركيا حققت انتصار دبلوماسي كبير، وهذا يعزز مكانة تركيا عالميا أستاذ حمزة في ضوء نجاحاتها المتكررة في التوسط وحل بعض الأزمات. يا سيدي الكريم، اليوم تركيا من يتابع السياسة التركية خلال الأعوام القليلة الماضية على الأقل نصف عقد يرى أن السياسة الدبلوماسية التركية حققت كثير من النجاحات في الملفات الحساسة دوليا، تقريب وجهات النظر بين عدة دول كانت على شفير حروب كباكستان والهند على سبيل المثال في آخر أزمة قبل سنتين تقريبا أو سنة أو 3 سنوات. الآن في هذه القضية بين روسيا وأوكرانيا ليس فقط قضية القمح، هناك وساطة تركية لإنهاء الحرب، وربما تنجح هذه الوساطة من خلال جمع الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني في إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا الدور الدبلوماسي اليوم يضع تركيا مجددا على سكتها الطبيعية التي فقدتها قبل 100 سنة نتيجة ظروف معينة. اليوم تركيا تعود لتاريخها، مكان توقيع الاتفاقية ليس مكان عادي، ليس قصر مؤتمرات، ليس فندق، بل في قصر دولمابهتشه، وكلنا نعلم رمزية هذا القصر العثماني التاريخي الذي يرمز لقوة الدولة العثمانية ودورها الإيجابي في كثير من الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم في تلك الفترة. كذلك هذا القصر يرمز لقوة تأسيس الجمهورية التركية عقب انهيار أو تدمير الدولة العثمانية. لذلك رسائل تركيا من حيث الشكل أن تركيا اليوم عادت لموقعها الحقيقي القوي إقليميا ودوليا، تستطيع من خلاله أن تلعب دور إيجابي على عكس كثير من الدول التي تمتلك قدرات ولكن لا تريد أن تلعب أي دور إيجابي، بل فقط أدوار الحروب والحصار والقتل هنا وهناك. أثبتت تركيا أن دورها إيجابي في هذا الملف وكثير من الملف، لذلك علينا أن نتوقع دور تركيا أكبر وأوسع في الإقليم والعالم في ملفات أخرى في المرحلة المقبلة، خاصة بعد العام 2023. اتفاق القمح هو رمزية لما ستكون عليه تركيا من قوة إقليمية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا في العام 2023. أستاذ حمزة، هل تعتقد بأن هذه الاتفاقية بخصوص الغذاء والقمح الأوكراني، وسابقا البحث عن مخارج من العالم بخصوص الطاقة الروسية، وحتى أنهم قبلوا أن يدفعوا بالعملة الروسية بالروبل حتى لا يتعرضوا لأزمة شديدة، هل تعتقد أن هذه المخارج التي توصلوا إليها بخصوص الطاقة والغذاء سوف تغير مسار الحرب الأوكرانية؟ يا سيدي الكريم، لنكن واقعيين بغض النظر عن الأطراف المتصارعة، ولكن اليوم اقتصاديا وفيما يتعلق بالطاقة والغذاء فشلت أوروبا وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية. حتى هناك حديث أوروبي جدي عن تخفيف العقوبات عن الجانب الروسي، تخفيف العقوبات، وهذا تراجع بالموقف الأوروبي مقابل صمود الموقف الروسي، وبالتالي كل الإجراءات التي اتخذها الغرب ضد روسيا كانت إجراءات غير مجدية بالنسبة لروسيا. العملة الروسية لم تتأثر سلبا إلا بضعة أيام، وعادت ونهضت وانتعشت أكثر مما كانت عليه قبل الحرب. لذلك اليوم برأيي متابع لهذه الحرب، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تركوا أوكرانيا فريسة للجانب الروسي وللإرهاب الروسي وللقتل الروسي وللتدمير الروسي. دمرت أوكرانيا، هم باللغة الدارجة يضحكون على أوكرانيا، ماذا يرسلون لها؟ كل يومين 3 تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الغربية دعم بمئات ملايين الدولارات للجانب الأوكراني من الأسلحة، ولكن أسلحة ثقيلة قادرة على تغيير موازين القوى العسكرية على أرض الواقع لم تقدم واشنطن لكييف أي شيء، تقدم لها أسلحة عادية روتينية تجعلها تصمد ليس أكثر ربما، أو تخوض حرب شوارع. أما قلب موازين
أما هجوم معاكس أوكراني على روسيا أو على الجيش الروسي في أوكرانيا وتحرير ما أخذته روسيا، هذا لم يحصل. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك دعم حقيقي من الغرب لأوكرانيا، وهذا ما يفسر اليوم مقولة أنه المتغطي بأمريكا عريان، حقيقة عريان، المعتمد على الغرب لن يصل إلى شيء. دمرت أوكرانيا. نعم. يعني. وهنا يدور السؤال أستاذ حمزة حول موقف الاتحاد الأوروبي بعد يعني هذه المخارج التي حصلت، هل سيبقى الاتحاد الأوروبي يتعامل بنفس المنطق مع هذه الأزمة، أم أنه سيحاول أن يكون بشكل أو بآخر جزء من حل المشكلة وحل الأزمة؟ لا، بطبيعة الحال برأيي القسم الثاني هو الذي سيتوجه إليه الاتحاد الأوروبي. هناك معاناة أوروبية، لدينا كثير من الزملاء يعيشون في دول أوروبية معاناة كبيرة من النواحي الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء وبالغاز. هناك مخاوف من شتاء قارس وبارد جدا في المنازل الأوروبية نتيجة يعني ضعف امدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وبالتالي أوروبا اليوم تبحث عن يعني تخفيف لحدتها مع الجانب الروسي، وبالتالي هذا يعطي في المرحلة المقبلة برأيي ربما تتمايز أوروبا بمواقفها عن الجانب الأمريكي وتتقرب أكثر على الأقل اقتصاديا، يعني على الأقل اقتصاديا مع الجانب الروسي، ويعني ربما تبقى الحرب الكلامية والدعم البسيط العسكري لأوكرانيا موجود. ولكن في نهاية المطاف يعني الحرب من الصعب أن تنتهي إذا استمرت الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي بهذه المواقف الضعيفة أمام الجانب الروسي. يعني في نهاية المطاف ذهبت أوكرانيا ضحية الإجرام الروسي وضحية يعني عدم الوفاء الغربي. شكراً. بحقيقة الوقوف إلى جانب الحلفاء. أشكرك أستاذ حمزة تكين من إسطنبول الصحفي التركي، شكرا لك.